إني أنا أدفع الغرامة للحكي اللي أسأل. سبق وحكينا بهذا الموضوع وجوابي هو لا. اللي وين راح تعيش أنت يعني؟ بستأجر بيت وبعد فترة قصيرة بكون السي دي اللي صار جاهز نزل للبيع بالأسواق وبساوي حفلات وعروض وبطالع مصاري كتير وبرجع بشتري بيت من جديد. ما أنا قصة يعني عادي بتصير وبرجع ببدأ من جديد.